من مصابة بسرطان القولون، واحنا معاناتنا كبيرة. احنا بنعيش، احنا فلسطينيين بنعيش وضع مأساوي. عندنا صعوبة في التنقل للعلاج بالخارج. احنا يعني بدنا الحرية في التنقل للعلاج، لانه مرضى سرطان نحتاج الى علم عمليات جراحية، كيماوي، اشعاع، وهذا كله بالخارج، ما مش موجود عندنا في الداخل. فاحنا بدنا الحرية. بعدين تعرفوا احنا فلسطينيين من رغم بالحروب، وعندنا اوضاع اقتصادية صعبة، بنمر في اوضاع صعبة، واحنا مرضى يعني بنحتاج لدعم نفسي ومادي ومعنوي وترفيهي. بس في الثاني يعني مش شايفة اهتمام، يعني يساعدونا معنويا وترفيهيا، يربطونا الثاني باخذوا قويات تاخذها كثير. احنا في عنا ازدياده في بعض انواع السرطانات اللي ما كانت على الرينج الطبيعي في العالم. يعني احنا نشوف السرطان انف البلعوم تقريبا كل عياده حاله او حالتين، وهذا نادر جدا من سرطانات اللي كنا نشوفها من قبل 20 او 30 سنه. بنشوف الان سرطانات الكبد، سرطانات العقد الليمفاويه، سرطانات القنوات المراريه اللي هذه يعني، وانا يعني مش مبالغ لما بقول لك اكستريملي رير، نادر جدا جدا. لما كنا نشوف قبل 20-25 حاله، قبل 20-25 سنه حاله او حالتين من ضمن الكولنجوكارسينومز والشغلات اللي زي احنا الان بنشوف اعمار السرطان. لما احنا بنتكلم على سرطان القولون تتكلم على 50 و55 و60 سنه، الان نتكلم عن سرطانات قولون على 35-40 سنة، بل أقل من هيك. إحنا بنشوف سرطانات الرئة، كنا نتكلم عن سرطان أقل لمدخن 20-30-40 سنة، اللي عنده أمراض بتساعد يكون عنده سرطان الرئة، اللي عنده قابلية جينية يكون عنده سرطان الرئة. إحنا بنشوف 30-35 سنة عنده سرطان الرئة، سرطان الرئة خبيث. طبعا مشكلة الأورام في غزة مشكلة يعني صعبة وخطيرة، لأن هناك تزايد في عدد حالات السرطان في قطاع غزة، وكان هذا طبعا شيء واضح في التقارير التي تم إعدادها والإحصائيات التي تم نشرها من عام 2010 لعام 2014. توجد زيادة واضحة بمعدل ما يزيد عن 20% سنويا، أي أن عدد حالات السرطان كانت في 2010 65 حالة لكل 100,000، وأصبحت الآن يعني تقريبا 90 حالة لكل 100,000، أي أن هناك زيادة واضحة في عدد حالات السرطان في قطاع غزة. عادة تكون عدد الحالات أكثر في المناطق الزراعية، والمنطقة الجنوبية معروفة أنها منطقة زراعية، لأن هناك يعني سوء استعمال للمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية. هناك طبعا في المناطق الزراعية يكون عدد الحالات يعني أكثر نسبة. نقص في الأدوية، هناك طبعا خدمات غير موجودة أصلا، مثل خدمات العلاج الإشعاعي والمسح الذري غير موجودة أصلا في قطاع غزة. هناك طبعا نقص في عدد الأدوية، حيث الأدوية المتوفر منها لا يزيد عن 70% من احتياج المرضى، و 30% غير متوفر. بالنسبة للإجراءات الجراحية، طبعا تقريبا 95% من العمليات الجراحية يكون إجراءها في قطاع غزة، و 10% طبعا يتم تحويل المرضى إلى خارج قطاع غزة. طبعا في حال عدم توفر أي خطمة العلاجية، يتم تحويل المريض للخارج لتلقي العلاج، سواء كان في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر أو جمهورية مصر العربية. وهناك طبعا معاناة في التحويل، لها علاقة بالتحويل نفسها، ولا علاقة بالمواعيد، ولا علاقة بالعمل الاقتصادي والعمل الاجتماعي على المريض.